السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا دايما بخير أصدقاء قناتي أنا وحياتي. موقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، 18 محرم 1444. فضلا وتكرم أتمنى تشرفوني وتنوروني في قناتي أنا وحياتي باشتراك ولايك. يؤذن الفجر بإذن الله تعالى في 44 دقيقة، تشرق شمس القاهرة في 6:17، يؤذن الظهر بإذن الله تعالى على مدينة القاهرة في 1:01، العصر بإذن الله في 4:38، المغرب في 7:45، وتؤذن العشاء بإذن الله تعالى في 9:10. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بشكر حضرتكم دايما وجودكم في قناتي على رأسي من فوق. السلام عليكم ورحمة الله.